إلينا من عمان دكتور معين الطاهر الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور طاهر أهلا بك معنا. 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من لم يمت جراء القصف فهو مهدد اليوم بالموت جوعا. سياسة التجويع التي تهدد 800,000 فلسطيني في القطاع، أكثر من 1,800,000 نازح في وقت تستمر فيه المقاومة في الاشتباك والمواجهة في شتى مناطق القطاع، كيف تقرأ المشهد اليوم؟ نعم، مساء الخير. أنا أظن أن ما حدث في 27 أول أكتوبر كان معجزة حقيقية وكان إنجاز كبير، ولكن أظن أيضا أن الإنجاز الأكبر والمعجزة الأعمق هي ما حدث منذ 27 أول أكتوبر وحتى اليوم، ما حدث خلال 100 يوم هذه. هذا شيء لم يحدث على الإطلاق، هذا الصمود الأسطوري الكبير الذي حدث والذي يصلح لأن يدرس. لا أعتقد أن هنالك حربا مرت على الإنسانية كلها كان بها مثل هذا الصمود، بها مثل هذه الإرادة، بها مثل هذه التضحية، بها مثل هذه الشجاعة. هذا يعني هذه النقطة الأولى التي أود أن أسجلها، وهي ما زالت قائمة. النقطة الثانية تتعلق بحجم المعاناة الإنسانية الكبيرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شيء أيضا غير عادي، إبادة جماعية بمعنى الكلمة. عندما تحدثت زميلتنا الآن عن حجم الدمار، حجم الهجرة، حجم النزوح، تدمير المدارس، الجامعات، المؤسسات الثقافية، المراكز الصحية، النزوح لم يكن نزوحا واحدا. يعني في نكبة عام 1948 خرجت الناس من يافا ولجأت إلى أقربائها أو إلى أحد المخيمات التي أقيمت لها، سواء كان ذلك في قطاع غزة أم في الضفة الغربية أم في لبنان أو سوريا. الآن ينزح الناس من الشمال إلى الوسط، ثم ينزحون من الوسط إلى الجنوب، ثم يطاردون أيضا في الجنوب ذاته. النزوح هو نزوح متكرر من مكان إلى آخر، لم تتمكن لا مدارس الإيواء ولا وكالة الغوث ولا أي شيء آخر من حمايتهم. النقطة الثالثة التي أقرأها في هذا المشهد هو ذلك العجز العربي المخيف. لم يمر على العالم العربي إطلاقا في تاريخه، حتى في عام 1948 بالمناسبة في النكبة الأولى لم يكن الوضع العربي بمثل هذا العجز. على الأقل حاولت الدول العربية أو يعني الجزء المستقل منها في ذلك الوقت أن ترسل يعني قوات في محاولة للاحتفاظ بما يمكنها الاحتفاظ به من الأرض الفلسطينية. في حرب تشرين قاتلت، هزمت، ولكن الهزيمة أدت إلى يعني التمرد على الهزيمة وأيقظت روح القتال وروح الصمود في الأمة. في حرب 1973 الدول التي لم تشترك مباشرة بالحرب أرسلت قوات من الكويت إلى السعودية إلى المغرب إلى الجزائر إلى الجبهات المختلفة، إلى الجبهة السورية أو إلى الجبهة المصرية. هذه المرة هنالك عجز عربي، شلل كامل في النظام العربي. لا أستطيع أن أتخيل أن الدول العربية بأسرها لا تستطيع أن تدخل قافلة مساعدات إنسانية واحدة إلا بموافقة إسرائيلية وبتفتيش. يعني هنا يجعلنا نسأل سيد الطاهر، يعني اليوم وبعد 100 يوم من هذه الحرب المستمرة، ما الدور الذي كان يفترض أن تقوم به الدول العربية برأيك؟ ومن هي الدول الأكثر تأثيرا وقدرة على إدارة هذه الوساطات؟ يعني أنا أظن أن على الدول العربية كانت أن تقوم بدور حازم، وهي لديها أو من أوراق الضغط ما يكفي، سواء كانت أوراق الضغط على الكيان الصهيوني كانت تستطيع ببساطة. هنالك عدد من الدول العربية لديها سفارات ولديها تطبيع ولديها علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، لا يكفي طرد السفير أو استدعاء السفير، كان يجب على الفور وبعد 100 عام أن يتم إعادة النظر في تلك الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، إغلاق السفارات بشكل كامل، إغلاق كافة الاتفاقات مع هذا الكيان وإعادة النظر فيها على الأقل حتى تتوقف في الحرب في قطاع غزة. كان عليها أن تبذل جهدا
باتجاه إدخال المساعدات الإنسانية، أن تضغط ليس فقط على إسرائيل، وإنما أن تضغط أيضا على شريكتها الأساسية، على تلك المتواطئة بالحرب والشريكة بالحرب الولايات المتحدة الأمريكية. هل من المعقول أن الدول العربية بأسرها لا تمتلك وسيلة ضغط؟ هل من المعقول أن يمر بلينكن على المنطقة فيزور هذه الدول العربية ثم ينقل يعني ما سمعه منها إلى الكيان الإسرائيلي، يذهب باتجاه ثم عندما يسمع من الحكومة الإسرائيلية يعود باتجاه، ولا يستطيع أن يعيد نازحي شمال غزة، لا يستطيع أن يدخل قافلة مساعدات واحدة الدول العربية بأسرها؟ ألم يكن من الأولى بها أن تقفل أبوابها ومطاراتها أمام وزير الخارجية الأمريكي في إشارة واحدة، كما فعلت يوم مجزرة الكنيسة المستشفى المعمداني في غزة، عندما ألغت اجتماع بايدن مع الرئيس المصري والملك عبد الله والرئيس محمود عباس؟ يعني كان عليها أن تفعل شيئا على الأقل من هذا القبيل، كان عليها أن تستدعي سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وسفراء الدول الأوروبية، كان عليها أن تهدد أو أن تلوح بزيادة أسعار النفط. لا أريد أن أقول أن نفعل كما فعلنا في حرب تشرين وأن نقطع النفط، أن نلوح بزيادة الأسعار ببضعة سنتات فقط، أن نلوح بخفض الإنتاج. يعني هنالك عشرات 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 الوسائل التي يمكن أن نضغط بها، سواء كان ذلك على الولايات المتحدة أو على المجتمع الغربي أو على الكيان الصهيوني، ولكن بكل أسف هذه الدول العربية قاطبة لم تستخدم ورقة واحدة من أوراق الضغط الموجودة لديها. أليس من المعيب أن تقوم جنوب إفريقيا برفع الدعوى أمام محكمة العدل العليا ولا توجد دولة عربية واحدة فكرت في ذلك؟ هذا يدلنا على مدى الهوان الذي أصبح فيه النظام العربي بكل أسف. بالعودة إلى المجريات الميدانية وإلى التطورات السياسية في ظل استمرار هذه الحرب، برأيك ماذا حققت إسرائيل من أهداف وأين أخفقت؟ يعني أنا أعتقد حتى الآن لم تستطع إسرائيل أن تحقق أي هدف فعلي ميداني على الأرض، لا على المستوى العملياتي ولا على المستوى الاستراتيجي. قبل أسبوعين تبجحت الحكومة الإسرائيلية بأنها قد أنهت عملياتها في قطاع غزة. اليوم بنيامين نتنياهو يقول أنه لا يستطيع أن يعيد النازحين إلى شمال غزة لأن العمليات العسكرية هناك لم تنتهي، وهي فعلا لم تنتهي. بالأمس قصفت المستوطنات الإسرائيلية وقصفت أسدود من منصات صواريخ تقع في شمال غزة، واليوم الطائرات الإسرائيلية قامت بشيء بقصف الشيخ عجلين، وبالأمس قصفت الشجاعية وجباليا وحي الدرج وحي الزيتون. أي هذا يعني أن ما زال الاشتباك في كل أحياء غزة، حتى تلك التي زعمت القوات الإسرائيلية أنها دمرتها بالكامل، هي دمرت أكثر من 90% من مباني غزة، ومع ذلك لم تتمكن حتى الآن من تحقيق ذلك. كذلك لم تتمكن حتى هذه اللحظة من تحقيق أهدافها في الوسط وفي خان يونس وفي الجنوب. لم تتمكن وتتذرع كل يوم بحجج، يعني مثل أنها فوجئت بحجم الأنفاق وأن هذه الأنفاق يعني أنها 500% أو 600% من حجمها الحقيقي، أنها فوجئت بنظامها، أنها فوجئت بقدرة المقاومة على الصمود، ولكن النتيجة كانت حتى هذه اللحظة أنه على المستوى العسكري لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من ذلك، وهي تتخبط، هي لا تستطيع أن تضع أهدافا. هي حتى الآن لدينا أكثر من 10 أيام ونحن نستمع، وكنا نتوقع عندما جاء بلينكين أن يستمع إلى خطة الحكومة الإسرائيلية لليوم التالي لما بعد الحرب. حتى الآن في كل يوم نسمع أهداف مختلفة، نسمع خطط مختلفة. لم تستطع هذه الحكومة أن تجتمع لا في المجلس الحرب المصغر ولا في الحكومة الأمنية السياسية الموسعة، لم تستطع أن تجتمع حتى هذه اللحظة لبحث استراتيجيتها في هذه الحرب أو لبحث اليوم التالي لما تنوي أن تفعله في هذه الحرب. كل يوم نسمع عن أفكار جديدة، عن أهداف جديدة، ترتفع أحيانا تنخفض أحيانا أخرى، وهذا يدل على حجم الإرباك الإسرائيلي الشديد الذي جعل من الصحافة الإسرائيلية تتجرأ الآن بعد أن كانت يعني وما زالت خاضعة للرقيب العسكري، تتجرأ وتطالب الحكومة بوضع أهداف لهذه الحرب، بوضع سقف لهذه الحرب. يتساءلون الآن متى ستنتهي هذه الحرب وكيف ستنتهي هذه الحرب وما هي النقطة التي ستنتهي عندها. هذا يؤشر لنا على أن ثمة هزيمة عملياتية
يعني واستراتيجية كبيرة. وقال أوستن سابقا بأنه يخشى أن تحقق إسرائيل نصر تكتيكي، بمعنى أنها تستطيع أن تقضي على بعض جيوب المقاومة، ولكنها ستمنى بهزيمة استراتيجية عندما لا تستطيع أن تحقق أهدافها. ونلاحظ أيضا تأثير ذلك في تلك المتغيرات التي تحدث في الرأي العام العالمي. بالأمس 400 ألف متظاهر في واشنطن أمام البيت الأبيض. هذا كله يؤشر إلى أن يعني إلى أننا أمام يعني تفاؤل في المستقبل، وإن كان في هذا التفاؤل هنالك نقطة سوداء كبيرة، وهي الموقف العربي الرسمي الذي أخشى أن ينقلب وأن يحول مثل هذا الإنجاز وهذا الانتصار الذي يتحقق إلى هزيمة، كما حدث في حرب تشرين 1973 حين تحول عبور الجيش المصري البطل إلى قناة السويس إلى اتفاقيات كامب ديفيد. يعني قبل أن نختم، يبقى هناك ملف الأسرى، وتحديدا صحيفة هآرتس في افتتاحيتها اليوم تقول أنه مع مرور 100 يوم منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، لا يزال هناك 136 محتجزا في القطاع. أين أصبح هذا الملف، وهو الذي يشعل الخلاف بين المجتمع الإسرائيلي وقياداته وداخل الحكومة نفسها؟ نعم، أنا أظن أنه منذ اليوم الأول لم يكن هذا الملف على سلم أولويات الجيش الإسرائيلي على الإطلاق. ماذا يعني 126 أسير إسرائيلي لدى المقاومة؟ سقط للآن من الجيش الإسرائيلي أكثر من 580 على ما أظن، كما ذكرت زميلتنا قبل قليل، قتيل في هذه الحرب. هنالك عقيدة في الجيش الإسرائيلي تدعى عقيدة هانيبال، وهي تقوم بقصف الأسير وآسريه إذا كانت محاولة لأسر أحد الجنود. وأنا أظن أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتطبيق هذه العقيدة، وهذا ما يثير احتجاج لدى ذوي الأسرى الإسرائيليين. هم يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية غير عابئة بمصيرهم. الجيش الإسرائيلي يعتقد أن أي هدنة قادمة أو أي وقف لإطلاق النار، وهو الذي لم تستطع الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لتحقيقه، هو يعتقد أن هذا سيخفف من اندفاعة الجيش الإسرائيلي وسيمنح الفرصة للمقاومة كي تعيد تنظيم صفوفها. لذلك هو حتى هذه اللحظة غير عابئ على الإطلاق بهذا الملف. أنا شخصيا أتوقع أنه قد تحدث بعض الانفراجات المحدودة خلال الأسابيع القادمة، بحيث يتم تبادل نحو 40 أسير كما كان مقررا قبل اغتيال العروري، وهم من كبار السن والنساء والأطفال باستكمال للمرحلة السابقة. ولكن من الواضح أنه ما زالت هنالك معيقات كبيرة حول هذا الملف. ولكن علينا أن ننتبه تماما إلى نقطتين. أولا، أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية تماما بهذا الملف، وهي تناور على داخل مجتمعها على المخطوفين. الشيء الثاني، أن أهالي المخطوفين ذاتهم أصبحت الحكومة الإسرائيلية تستغلهم بالقول أن عليهم مثلا أن يتوجهوا إلى كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات وربط دخول المساعدات بالإفراج عن الأسرى وما إلى ذلك. بمعنى آخر، أنها تحاول توجيه نقمتهم بدل من أن تكون باتجاه الحكومة والجيش، لأن تكون باتجاه المقاومة. ولكن أيضا يجب أن نذكر أن المجتمع الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ما زال مجتمعا موحدا حول الجيش وحول الحرب، وهذا يؤشر إلى أن هذه الحرب ستأخذ ربما أسابيع أو أشهر أخرى في الاستمرار. شكرا جزيلا لك أستاذ معين الطاهر، كنت معنا من عمان، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، نشكرك جزيلا.